جديد صباح الخير لك إبراهيم، صباح الخير لك كاتي، أكيد في يوم عيد الإذاعة الأردنية أيضا تزامنا مع تعريب الجيش. اليوم احنا موجودين معكم في الإذاعة الأردنية، واليوم حبينا نتجول بجولات بين استديوهات وزملائنا الإذاعة ونصب عليهم جميعا. دائما بصراحة الله يعطيهم العافية الإذاعة وزملائنا، رح ندخل عليهم على الهواء برنامج البث المباشر مع الزميلة أكيد مها طبيش الآن على الهواء مباشرة. صب على مها، صباح الخير يا مها. صباح الخير، يعطيك العافية، يسعد صباحك رعد، أهلا فيك، صباحك سعيد. أنا على الهواء مباشرة عبر إدير إذاعة الإذاعة الأردنية وأيضا التلفزيون الأردني. أهلا فيك يا سيدي، يسعد صباحك، يسعد صباحكم، كل عام وأنتم بألف خير يا شكرا على اللفة الجميلة من قبل التلفزيون الأردني. برنامج أكيد يوم جديد يسعد صباحكم. يعني بتعرف رعد اليوم 62 بنحتفل بإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، و62 من العطاء بمئوية الدولة الأردنية الهاشمية، وأكيد اليوم 47 عام في البث المباشر من عمان. بتعرف برنامج البث المباشر من عمان هو حلقة الوصل بين المواطن والمسؤول، بيكون في هناك تنظيم مسبق من قبل فريق الإعداد في برنامج البث المباشر من عمان، ويكون في هناك حلول نوعا ما جذرية للكل اللي عم بتواصلوا معانا من المواطنين في مختلف محافظات المملكة. بتوجهي كلمة لزملائك الآن مها وإحنا على الهواء مباشرة، يعني من خلال يوم جديد. أكيد رعد، يعني إحنا منصبح كل المتواصلين معنا لليوم، وأكيد زملائي يعني هم اللي عم بيوصلونا لهذا الجهود اللي إحنا عم نكون فيه دائما، من فريق إعداد، من فريق سوشيال ميديا أكيد، وأكيد دائما الشكر الجزيل للزميل صدام المجدالي، دائما أنا وياه بنكون دائما على الهواء. صديقنا صدام، يعني صب عليك يا صدام، صباحك بالخير يا صدام. أكيد صدام موجود معك في برنامج البث المباشر يا مها. طيب مها، إحنا نحكي اليوم عن الإذاعة والتلفزيون. اليوم إحنا كتلفزيون، اليوم كمذيعين تلفزيون شوي مشكون أمام الكاميرا يعني بلغة معينة. اليوم يعني لغة المذيع الإذاعة شو بتميزها يعني؟ شوف يعني هي اللغة سواء في الإذاعة أو التلفزيون واحدة، ولكن إحنا لأنه أقرب إشي للجمهور منكون، يعني منتواصل أحيانا مع المواطنين، منحس بأحيانا المعاناة نوعا ما اللي بيعاني منها المواطن في قضية معينة في موضوع معين، فدائما منكون قريبين من المواطنين أيضا لحل مشاكلهم، فمنحس دائما إنه إحنا وياهم إيد واحدة في هذا الموضوع. أنا مها قبل ما نشكرك وحاب إنه نأخذ معك على الأثير على الهواء مباشرة، ولكن أنا بدي أشكرك ونقول لك ولكل زملائك في الإذاعة كل عام وأنتم ألف خير يا رب، ودائما من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية 62 عام من العطاء، وإن شاء الله المسيرة تستمر بإذن الله تعالى مع مئوية الدولة أيضا. مها كل احترامنا، راح أتركك مع أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وأيضا مع برنامج يوم جديد على الهواء مباشرة. يسعد صباحك رعد، بدي أشكر لفتتكم مرة ثانية، يسعد صباحك، وأكيد شكر إلى كل المصورين اللي معك والقائمين على هذا البرنامج، شكرا جزيلا لك، كل عام وأنتم بألف خير، يسعد صباحك. أهلا ومرحبا بكم مستمعين البث المباشر من عمان، معكم على الهواء المباشرة حتى الساعة 10 صباحا.